وانا زيتوني انا جلوي احب البيقوات يعني مو راح يعني والله يعني فضل ما مل منهم ما مليت منهم والله بعد نردد لكم تعال تاخل تقدر شوية اي سلام عليكم من قناة ابو عضوان رح نطيح حظ البيقول حد ما يقول انا ندمان حنختم رمضان البيقول هذا ما مني مفر واول يوم العيد اقول له كل عام واني لكم شر زحمة كلش من النصر تو مضحكي الغلط اللي سويته وياي قبل ما تسوي ادركه قبل ما تسوي ادرسه لانه الرد ما يجي عتاب اذا نريد ندلع بيقو حنسميه بولك ولك كم فضايا حيس ما حد جاي والرايح انتو صبية فنعلمكم حد ما ترفعون الراية لحد ما تطلعون تقولوا كنا ندس موظفين باتفاق مع كل عاهرة لازم بالبث تنزعين وبعد ما تكملون الشغل تضرب العاهرة بلوك وتخلون قوانين لها لما طالبكم بفلوس حتى الموظف لما تقرروا تطردوه تخلوا شهر شهرين وبعدها تصلخون اوت يلا ايش كافي يا ابو موظفين اخرين ونحو العقود وبدون اخذ الاستحقاقات ودفع الاستحقاقات او الرواتب الشهريه خلوها علينا السلام عليكم شوكو شباب ان شاء الله بخيركم ابغى اعطيكم حلقه مستقيه ورهيبه طبعا شباب بهذا الفيديو حتشوفون اخر مستجدات واخر اشياء تنسف قاعدة البيج لايف من الأساس هاي الشركة اللي لم تكتفي بالنصب على صانعين المحتوى ولم تكتفي بنشر الدعارة والعري بالمواقع برامج مالتها لا بل توصل إلى درجة أنه ترسل موظفيها يعمد يحشون ويا العاهرات ويتفقون وياهم وبعدين يرسمون على العاهرات نفسهم دين لايف تطبيق يعني نصاب بيستغل صناع المحتوى ويستغل المشاهير بأنهم يقدموا له بثوث وبعدين يأكل عليهم الفلوس يحقق أرباح بالملايين 6 مليون 7 مليون 10 مليون 12 مليون وما يعطيهم للمنضم معهم أو صانع المحتوى معهم لذلك كل الناس تحاول أنها تتركه وتبحث عن تطبيقات أخرى يعني تطبيق فاقد للمصداقية يعني كموظفين كانت الرواتب شوية تتأخر وأيضا بيجو لايف كان يدفع لبعض صناع المحتوى والمشاهير والبعض يأخر ولكن في الأخير جابوا موظفين آخرين ونحوا العقود وبدون أخذ الاستحقاقات ودفع الاستحقاقات أو الرواتب الشهرية خلوها علينا وكنا احنا بنتواصل مع المشاهير لتوقيع العقود كموظفين لخدمة العملاء وكانوا بيوقعوا العقود وما بيحصلوش على اي شيء وبالتالي بنكون احنا اللي في المواجهة في تطبيق غير واضح وغير مسؤولين عن عقودهم وقراراتهم حتى موظفين خدمة عملاء بيجو لايف اتورطوا والمشرفين في بيجو لايف اتورطوا مع المشاهير للأسف فهو بدل الإعلانات على منصات المشاهير فيندفع مبلغ بالدولار 2000 3000 دولار كإعلان لا المشهور يدخل بيجو لايف يشتغل على البثوث والمتابعين بتوعه يدخلوا وبعد كده ينتهي العقد بتاع المشهور فبالتالي يكون التكلفة أقل وأرباح التطبيق أعلى والتطبيق اوقات كان بيتفق مع بنات ان هم يطلعوا حتى لو من غير ما يظهر وجههم يعني ولكن بيكون بس مخالف لتقاليد وعادات واديان الشرق الاوسط او الوطن العربي بحيث ان هم بيكون في عري في اجزاء من اجسامهم ظاهره
وكان يعطوه مبلغ ولو قليل، يعني كأنه محتوى جنسي. حتى بعض الزملاء أو الزميلات مشرفات التطبيق كانوا بيعانوا معاناة في هذا النوع من البثوث، وهو مخالف لكل القوانين أصلا. وكانت المرتبات للبنات دي 500 دولار مقابل فتح ساعة يوميا لمدة شهر، 500 دولار في الشهر، بخلاف أرباح الهدايا. وطبعا هذا المحتوى كان يطلع فيه هدايا كتير بتوصل لألف وألفين دولار. بالنسبة للبنات ان هم كانوا بيطلعوا لايف وكانوا يبقوا مش لابسين، بس مش ظاهرين بوجههم، بس يعني حملة الصدر باينة، مش عارف ايه، حاجات زي كده، مش لابسين من تحت. وفي الاخير برضو نصبوا عليهم وعملوا مشاكل، وكان محتوى غير اخلاقي. حبيبي عامل ايه، اخبارك ايه؟ والله ردت عليا المشرفة بتاعت بيجو لايف، قالت لي شوف بيجو لايف في بعض الناس ما بيقدرش يتأخر عليكم. ليه؟ لان الناس دي ممكن بيخاف منهم. تمام. اللي هم مين بقى؟ فئة البنات اللي انا حكيت لك عليهم، اللي هم بيقدموا محتوى عارض شوية، دي ممكن بخمسين دولار تقول انا عملت وما عملتش وتفضحه. والفئة الثانية فئة اليوتيوبر اللي هم فوق الخمسة مليون، او تيك توكر فوق خمسة مليون، عارف انت اللي هو ايه، عنده خمسة مليون متابع ممكن يعمل لهم فضيحة، الباقي مش فارق معاك. يسعد مساك يا نال، من امورك تكون تمام. والله يعني هذا الشيء تأخير رواتب المشاهير مش بس عندك وكالتك او المشاهير تبعونك، كل المشاهير اللي عندنا بالمنصة متأخر عليهم الرواتب من جميع الوكالات. احنا يعني صدقا اللي عم بوردنا من الاقسام انه في خلل بالمالية بالقسم المالي اللي سبب هذا التأخير. انت بالعادة بتعرف كل شهر بنزل الرواتب بالوقت المعتاد عليه. انا على العموم ما بدي اظني احكي لك نفس الكلام، بس صدقا يعني ما عندنا اي تحديثات، انا عن نفسي ما عندي اي تحديثات جديدة اخبرك فيها. المفروض انه احنا ارسلنا عدة مرات بخصوص هاي الامور، لانه الجميع عم بيسأل، فعليا الجميع عم بيسأل مش بس حضرتك. فعامل انه بالفترة القادمة تنزل الرواتب. ما هو افتراء يا صاحبي، هذه حقيقة على فكرة، وانا عارف انها حقيقة، وعندي ناس اشتغلت في البث المتخلف بالطريقة دي، بنات كانوا بيطلعوهم جنسيا، اعرف منهم ناس. السلام عليكم، طبعا انا اسمي مهدي، صاحب قناة اوغا على اليوتيوب، واليوم يشرفني اكون متواجد بضيافة اخوي وصديقي ابو عطوان. فمشكلتي بكل اختصار هي تواصلت وياي الشركة قبل سنة سنتين هيك شيء اسمها بيجو لايف على الايميل، قالوا عندنا عقد بثوث مباشرة ومدة العقد 3 أشهر وقابل للتجديد إذا حبيت طبعا. فأني وافقت على العقد وبثيت أول شهر وثاني شهر كل شيء تمام. الشهر الثالث ما نزل الراتب، استغربت شنو المشكلة، مع العلم أني ما خالفت القوانين والسياسة. فتواصلت ويا الإدارة اللي كانت بذاك الوقت بلال وأوليفر، هؤلاء الاثنين اللي كانوا مسؤولين عن الإدارة بذاك الوقت، ما أعرف إذا تغيروا حاليا أو لا. فتواصلت وياهم شرحت لهم مشكلتي، بلال يشمرني على أوليفر، أوليفر يقول لا مو أنا المسؤول بلال، فواحد يذبني على الثاني. آخر شيء صفوا على قرار قالوا لي عقدك مو رسمي. قلت لهم يابا عقدي رسمي شنو المشكلة، هذا العقد أنا وقعت أنتم أرسلتوه إلي. قالوا ها صحيح. قالوا ها لا أنت ما التزمت بعدد الأيام، عدد الأيام المطلوب من عندك 14 يوم، انت بث 12 يوم. قلت لهم هاي الاحصاءات مال البثوث، اني بث 14 يوم بعد شنو المشكله. استغربوا بصراحه لان ما توقعوا اني اسجل الاحصاءات اللي تطلع لي. فبديت اتواصل وياهم اشوف من عندهم تجاهل. اخر شيء صفوا على قرار عقدك مو رسمي.
استغربت بصراحة شلون عقدي مو رسمي وقابل أبوي اللي وقع غيرهم مدى زوئلي وأني وقعته على الإيميل مال الشركة ورسمي الإيميل تمام. بعد تقريبا 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر بالزايد تواصلوا وياي مرة ثانية وعلى أساس عندهم عقد جديد وتغيرت السياسة. ومن اللي تواصل وياي؟ بلال وأوليفر اثنيناتهم سبحان الله. فتواصلوا وياي من جديد ونفس السياسة ونفس القوانين، عقد مدة 3 أشهر وراتب كذا وكذا. وافقت وبثيت أول شهر وفعلا دزوا الراتب، الشهر الثاني سرقوا الراتب، الشهر الثالث سرقوا الراتب تمام. وشنو كان عذرهم؟ قالوا لي بث الشهر الثاني وبث الشهر الثالث وراح نرسل لك الراتب دبل لأن عندنا مشكلة بالسياسة المالية مال الشركة. فقلت أوكي بث ما عندي شان إيش خسران. بعد ما كملت البثوث 3 أشهر تواصلت ويا بلال، قلت له يا أبا أنا كملت البثوث شو وقت تدزون الراتب؟ قال لي تواصل ويا أوليفر. تواصلت ويا أوليفر يقول أني ما وظفتك، اللي وظفك هو بلال، تروح البلال. رحت البلال من ناحية ومن ناحية من ناحية ومن ناحية، تواصلت ويا الدعم مال الشركة والتطبيق ماكو أي نتيجة. تواصلت مرة ثانية ويا وكالة تشتغل ببيجو لايف ماكو أي نتيجة. تواصلت ويا أصدقاء يشتغلون ببيجو لايف أصدقائي أيضا ماكو نتيجة. فاجيت لهم من الأخير يا أبي راح تدفعون الراتب لو ما تدفعون لا تشلعوا لي قلبي. وشنو المشكلة ليش ما تدفعون الراتب؟ بلال قال روح الأوليفر يتكلم وياك. رحت البلال ورحت الأوليفر. قالوا إنه العقد مالك مو رسمي وأنت ما نعرف شلون وقعته وما نعرف منو اللي أرسله لك، يعني من هاي الكلاوات. طيب العقد أنا من وين جبته؟ نزلته من جوجل بلاي، نزلته من أبل ستور، غيرتهم دزيتوا إلي، غيرتهم خليتوني أوقع تمام. وإذا العقد مو رسمي شلون نزل الراتب مال الشهر الأول؟ عبالكم خلصنا؟ لا. وبعدين اكتشفت إنه مو بس أنا نصب علي، اكتشفت إنه نصبوا على هواي مشاهير. عندك عذاب مافيا وكان عندنا جروب تقريبا بالعشرين مشهور 30 مشهور هيك شيء. ما أقدر أذكر هواي أسماء لأن أعتقد ما يقبلون، كلهم نصبوا عليهم، كلهم سرقوا رواتبهم، كلهم بيجو لايف اللي هم بلال ومحمد، العفو بلال وأوليفر، هذول سرقوا الرواتب مال 20 30 مشهور هيك شيء، ورواتب بالآلاف الدولارات، يعني احتمال تعبر 100,000 دولار تمام. شفتوا؟ هذا الفيديو حيكون الأخير لأن هذا فعلا حينسف في القاعده الاساسيه مال البيجو لايف. شركه ممكن فيها بس شاده قرون ستيل، لا تدز لك موظفيها على البنات انه يتفقون وياهن لا تطلعين وجهك وانت تشتغلين عندنا، احنا البيجو لايف ما راح نبندش لا تخافين. حيقولوا حتقولهم مو هاي انتم كاتبين باند وكذا، قال لا لا تخافين ما بندش انشري، تنشر البنيه وتستلم فلوس ايش قد قيامه الله، ومنها 3 أشهر ورا ما توصل 3 أشهر تقولهم يلا طوني الدفع شو تاخرتوا باكر عقب اليوم ما اعرف شنو، من توصل حدهم طونا فلوس، تقولهم يلا فلوسنا وين؟ يقول لها انتي ناشره عيري هذا ضد ضد القانون مالتنا. حد تقولهم شنو واحنا دافعين له سوق؟ قال يا دافعين له سوق انت خلاص بالعباد وياخذون فلوسها دام. الوكلاء مالتهم اللي يدرون كل الزين انهم حينصبون على صانعين المحتوى، منهم وسام الهاجري اللي اجى علي، ومنهم واحد اسمه مروان، ومنهم ما اعرف منو، هوايه هوايه. فدير بالك دير بالك تنخدع، حيقول لك اعطينا فلوس حتى نضبطك يم الشركه، كذب ترى تنزل بجيبه لو اذا صاحبته اي كلايتش كلها كلاوات بكلاوات. وانا تم النصب علي من هاي شركه بيجو لايف واخاف تصانع محتوى، ترى ذولا كلاوشيه تخسر الناس هواية اللي يذكرك توقف ضدك، مثل هسه بالفيديو هواية حيقفون ضدي، مو هواية بس يعني بعضها يقفون ضدي اللي يكرهوني. تزعج عليهم نصوا عليك، انا احكي عليهم ودا انتقم منهم، وبنفس الوقت هم يسوون شيء مو زين واني راح اسعى بالموضوع انه اسد الصفحه مالتهم التطبيق بالعراق من اوصل، لان حسب القانون ينغلق لكن لازم يمشي واحد بيه بالمحكمه، واني راح اخليكم الفلوس اللي اخذتوها من عندي تردون اضعاف اضعافها بالمحاماه والصرف مالتكم انتم وبالقانون. دير بالكم شباب، دير بالكم تثقون باي واحد بالبيجو لايف، وهذا التطبيق نصب واحتيال وحراميه وفوقاه يدزون يجيبون يعني ابوي يطلع فلوس للعاهرات، تعالي اشتغلي يمني اشتغلي ولا تخافي ما بندج، لا احنا شادين قرون اساسيه ما بندج يمني لا تخافي، احنا ماني بندج احنا بندج. وراك 3 أشهر جت الفلوس وجت كذا، معوض وين الفلوس؟ باكر نطش اياها، اليوم عندنا مشكله صار ما وزعوا ما نزلوا الاموال ما نزلوا تشوت اسمك الساعات مضرطاتي ما طلعوني اياها.
ما تلون اياها لحد ما يقولوا لها انت مخالفه القوانين. شنو مو احنا دافنين الصوت؟ مو قلتوا لي لا تطلعين وجهك وطلعي جسمك كله وبثي عادي؟ لا انت مخالفه القوانين بالعبانت. وجماعه الوكلاء مثل وسام الهاجر وغيره شي يسوون؟ يجون عليك يقولوا لك تعال انت بث وكذا ونعطيك راتب. اول شهر تستلم راتب، ثاني شهر لو تستلم لو ما تستلم إيه ما اعرف شنو صارت مشكله. اه بندوك لين حجيت كلمه مو زينه. اه بندوك يعني بين قوسين يقول لك اسهل علينا وارخص علينا انه نجيب مصانع محتوى ونخلي وكلاء مثل وسام الهاجر وغيره يجيبوا لنا ناس يدخلوهم بالتطبيق ويجيبون متابعينهم. اول شهر نعطيه، ثاني شهر وراها نضرب ابور، احسن ما نسوي اعلان ب 4000 3000 شوف اللواتي. بس ما يدرون انه راح يوقعون بناس طالعين من الجويقع، وانا اول واحد طالع من الجويقع. فهاي الفيديو هديه لكم، وهذا اخر فيديو انزل على البيج لايف، لان صراحه يعني اكتفي بالقنابل النوويه اللي تنزل. فيب هاي نهايه الفيديو شباب، اعتبروا هذا الفيديو انتقام من البيج لايف، اعتبروا اذا انت مو وياي فاحكي الحق. هذا التطبيق يشر للعري، واحد يقول انت مو اي الله انا مو على مود العري، انا على مود مصلحتي الشخصيه، عادي مو مشكله. انت بيش متضرر؟ انت بيش متضرر؟ موقع ينشر العري والكذا. انا بالنسبه لي تقول الناس شباب منتجون، اما انت لك كتبوا تعليقات منتجون شباب ها مو تسون، كتبوا عليكم الله هسه انتم موجودين، كتبوا بالتعليقات شباب داقهم بالبث. اما ترى رسول ترى انا شوي مضطر لان الوضع الاقتصادي مو زين، طب شوف البث واطلع او روح شوف ايش فيديوهات اكو شغلات مو زينه دير بالك. حيجي واحد لا اكو المحتوى ترند العراقي يختلف، لا ماكو هيك مضرط، هي مرصه موقع ازرق تقدر تشوف بيه جيمنج بس بيه مو تقدر تشوف بيه. وانا هم انا اعترف انا غلطت، عمي غلطان انا، فالغلطه مالتي هسه غير انه انا اريد انتقم صراحه، هم هذا يعتبر غلطته ما راح ياثر عليك. فيا شباب هاي نهاية الفيديو، إن شاء الله رب عجبتكم. هذا كل شيء ما كل شيء عندي بالنسبة خاص بيجو لايف. إذا أنت تباوع لي وحتكتب لي بالتعليقات أنت تريد تنتقم، أنت مو على مود العري ولا أوكي اعتبرها بهذا الأسلوب ما بيها شيء. أنا أريد أنتقم وهم مو موقع إسلامي، مو موقع ينشر تعاليم الإسلام والديانة والكذا، هم موقع ما دعارة. فأنت بيش يضرك؟ عدو عدو صديق، إذا أنت تكرهني وأنا عدوك وهم هم معداك اعتبرني أنا صديقك، لأن أني وهو أنا وياك عدونا نفس العدو. ففكر من هذا التفكير ولا تصير طفل وتكتب لي انت قاعد تسوي هيك مولي. هاي حركاتك مال الاطفال بطلها من خاطر الكعبه، ترى مبين جاهل من تعليقك، واذا انت كبير وتكتب لي هيك مبين طفل. ف يعني ارتقي ارتقي. فيا شباب وصلنا لنهايه الفيديو، نشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، وهاي اخر مقطع بالبيكلا. مع السلامه. ولا تنسى مشاهده اخر اربع مقاطع.